دايما اي حد بيبقى عايز يخس او يعمل دايت بيبقى محتار يبتدي امتى، في الصيف ولا في الشتاء؟ انهي وقت تحديدا اللي هيكون فيه الحرق اعلى؟ في الصيف دايما بنحتاج ان احنا نشرب مشروبات كتير بيكون فيها سكريات، كمان معظم الاكل بنبقى على البحر فمعظم الاكل يكون فاست فود. في الشتاء بنبقى محتاجين اكلات تحسسنا بالدفى، فازاي بما اننا في الشتاء دلوقتي نخس بشكل صحي وامن ومن غير حرمان؟ ده اللي هتقول لنا عليه بالتفصيل اكتر ضيفتي اللي منوراني دكتور ريهام الحياوي، استشاري التغذيه العلاجيه واول طبيب تخسيس اونلاين في مصر والشرق الاوسط. مرحبا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا هبه، منوراني. ميرسي يا حبيبتي، نوره بيك. دكتور، ازاي نخس في الشتاء؟ وهل فعلا الحرق في الشتاء مختلف عن الحرق في الصيف؟ طبعا هو الناس بتسخن في اي وقت، يعني ده مبدئيا خلينا دايما في اعذار وشماعه. الصيف زي ما انتي قلتي وسهر ومصايفه، والشتاء والجوع وبرد الشتاء، ورمضان شهر كل وقت عندنا كل وقت مبرد عندي خلاص كده. طب الـ العلم بيقول ايه يا جماعه؟ ان الشتاء طبعا وقت رائع، هو وشهر رمضان بالمناسبه وقت رائع وممتاز لاي حد نفسه يوقف الدايره المفرغه اللي هو ماشي فيها من الاكل 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 ويبتدي يبدا مرحله الخسيه مع فريق طبي متكامل. هنقدر نتواصل معاه على ارقام التليفونات وصفحه الفيسبوك، تقدر تبدا الرحله والمشوار معانا الامن جدا جدا جدا، ومن غير ما تضغط نفسك ابدا بورق الدايت تعذبك ولا منتجات غير مضمونه تلعب في اي هرمونات او تبوظ اي حاجه في جسمنا. تقدر تبدا في الشتاء، احنا داخلين على الشتاء، الشتاء جسمك اصلا يا هند بيحرق جامد جدا عشان يدفي نفسه. احنا بنعمل ايه؟ بنعوض اللي هو بيحرقه وندخله حاجات اكسترا زياده بقى اللي احنا متعودين نعملها علشان ايه؟ نتدفى. فممكن نتدفى بالبطانيه ونقفل بقنا شويه صح كده اسهل عشان ما يفضلش الوزن يزيد في الشتاء ونطلع على الصيف زايدين وزن تاني وهلوم مجره. فاحنا عايزين نوقف الدايره دي خالص. عايزين نبدا باستشاره الفريق الطبي اللي هيقول لنا احنا جسمنا ومشاكلنا الصحيه والوزن الزايد اللي هو كميته قد ايه محتاج الكورس المناسب ليه. هيرشح الكورس. وعلى العموم عايز اقول لاي حد متابعنا دلوقتي معاكي النهارده حصريا لغايه الساعه 12، اي حد هيتواصل مع الفريق الطبي على الارقام او على الصفحه هيقدر ياخد الكورس المتكامل الخاص بيه المناسب ليه اللي الفريق هيرشحه له، وعليه هديتين. انت اللي هتختار الهديتين، انت او انت الانسب ليك ضمن اختيارات الفريق الطبي هيرشحها لك. يعني بعد ما اعرف منك مشاكلك الصحيه، تحاليلك، عندك مشاكل في شعرك، في بشرتك، عندك نقص معين في اي فيتامين، هبتدي اديكي اوبشنز تساعدك في ان انت مش بس تخسي وتقمعي الشهيه بطريقه بسيطه جدا جدا وتعلي حرقك اللي بقى خلاص تقريبا يعني فقد الامل منك تماما بسبب الدايتات اللي بتعمليها مرارا وتكرارا، او بسبب حاجات كتير، مشاكل كتير منها النوم وشرب الميه والعنصر الوراثي. كل العناصر دي خلت حرقنا بيتأذى جدا جدا جدا، فبالتالي كل واحده بتفتح الدرج بتاع زمان وتطلع ورقه الدايت اللي كانت بتعملها وتخس عليها 2 3 كيلو ما بقتش بتجيب معاها نتيجه. فاتكلمنا واتكلم الفريق، انا ما بقتش بحرق، انا حرقي صفر، او انا ما باكلش وما اعرفش ليه ما بخسش. طبعا بتكون بتاكل، او حرقي بقى صفر، ما فيش حاجه اسمها حرقك بقى صفر، في حاجه اسمها بتعملي عادات صحيه خاطئه. فاحنا دلوقتي انا والفريق الطبي مسؤولين ان احنا نصلح لك كل ده بدايت مناسب وسهل جدا وبسيط ومفيش حرمان. لا للحرمان، ده مبدئي عشان نتفق مع بعض. يعني ايه لا للحرمان؟ يعني عايزه تاكلي شوكليت، تاكل كل حاجه، هتاكلي كل حاجه، عايزه تاكلي ايس كريم، عايزه تاكلي اي حاجه نفسك فيها تاكليها، بس لو شاطره كلي. يعني انا دلوقتي هديكي الكورسات، هديكي مجموعه من الالياف والاعشاب المالئه اللي هتساعدك مهما كنتي جعانه يا هند، مهما كنتي في مكان في عزومه قدامك اشكال والوان، انا هسيب لك، هطلق العنان لرغبتك في الاكل، بس انت مش هتقدري تاكلي اكتر من ربع الكميه. ومع اعتياد كمان الكورسات والمتابعه وشرب الميه اللي بتشربيها مع الجرعات بطريقه منتظمه، الفريق الطبي طبعا بيدي كل التعليمات بوضوح جدا عند بدايه الكورس، هتلاقي نفسك خلاص ما بقاش في مكان ولا القدره على الاكل بتاع زمان، ورغم كل الاكل موجود قدامك، وهتبتدي انت بنفسك تميلي للاكل الاصح والاحسن لما تحسي ان انا لا فقدت الوزن وحققت هدفي. فده ان شاء الله هنحققه مع بعض مع الفريق الطبي بالالياف زي ما قلت، بالاعشاب اللي بتشتغل بناخدها بالليل قبل النوم يا هند، تفرق جامد جدا جدا. تنظيف المعده، بتخرج السموم الزايده، وبتكسر الاوزان الدهون الثابته العنيده اللي بقالها فتره في الارداف، في الدراعات، كل واحده او كل شخص عنده مناطق معينه فيها دهون عنيده بقالها سنين، مهما يخس ما بتنزلش قوي.
الاعشاب بتشتغل على النقطه دي، باخدها قبل النوم بتفرق معانا كتير جدا جدا. وطبعا القهوه الخضراء الجوكر، لان القهوه الخضراء عندي فيها ماده ممتازه جدا، الالوفيرا. الالوفيرا ده بنسمع عنها يا هند في منتجات الشعر والبشره من زمان، الوفيرا للشعر والبشره. لا، الالوفيرا ماده غاليه وموجوده في المنتج بتاعي القهوه الخضراء، اللي طبعا بالمناسبه طعمه حلو جدا، يعني انت هتحبيه بعد كده هتكملي عليه في حياتك. مع ان المتعارف ان القهوه الخضراء مره. لا، عندي بقى طعم الخضراء بطعم البندق، ليها تيست مختلف زي المشروبات الكافي اللي بنشربها بتيست، فهتحسي بالعكس ان هو حاجه لطيفه ممكن تشربيها في الشتاء كمشروب دافي، وبيساعد ان انت طول ما انت قاعده مكانك يا هند برفع لك معدل الحرق، برفعه 50 و60%. وطبعا ده اي حد بيتمناه، ان حرقك وانت قاعده مكانك من غير رياضه ومن غير دايت، انا شهيتي مقفوله وحرقي عالي، اعتقد مفيش احسن من كده. واعتقد الاهم بالنسبه لكل الناس اللي بتتفرج، انه هل السعر في متناول كل الناس؟ السعر اقتصادي جدا جدا جدا، ومش بس كده، انا بعمل هدايا على الكورس، وبرده النهارده عامله اكسكلوسيف معاكي كل الكورسات المكملة اللي بيحتاجها أي حد عشان يصلح بقية المشاكل اللي بتساعده في الخصية، زي كورسات الشعر، البشرة، الفيتامينز، العظم، عليها النهاردة فقط لغير الساعة 12 50%. حلو قوي دكتور. أصحاب الأمراض المزمنة، الأطفال، إحنا عندنا فئات كتير قوي عندهم مشكلة السمنة، هل الكورسات مناسبة لكل الفئات؟ جدا، من أول سن 11 سنة الكورسات آمنة. اي حد كبير في السن بيعاني من امراض مزمنه، سكر، ضغط، كوليسترول، بالعكس ده انا عايزه اقول لك مش بس امنه ومناسبه يا هند، انا بستخدمها بمثابه علاج حتى مرضى الاورام. تخيلي بقى، عشان ناس كتير حتى مرضى الاورام. مرضى الاورام. انا عندي مرضى الاورام من الناس الاساسيه عندي جدا جدا، بيمشوا بجرعات معينه، بعتبر المنتج بتاعي من كتر ما هو فيه الياف عاليه الجوده ومريض الاورام محتاجها، فيه الكلوروفيل والالوفيرا ومضادات اكسده عاليه جدا جدا جدا، انا بعتبره منتج بيعمل ديتوكس وتنظيف للناس اللي ماشيه على علاج الكيماوي. تخيلي بقى. والناس اللي بتاخد علاجات للاورام بتعلي الوزن، بتساعدني. بصي، كل حاجه بتفرق بالجرعات، يعني ممكن اخلي المنتج تاخديه بجرعات معينه يثبت لك وزنك، ممكن اخليه يخسسك 10 كيلو، ممكن اخليه يخسسك 5 كيلو، كل ده طبعا بالتنسيق مع الفريق الطبي على الارقام وعلى صفحه دكتور ايهام. احنا لسه مكملين كلامنا، ولكن خلونا نروح نشوف تقرير سريعا ونرجع لحضراتكم. شغل طبيعته ان انا بحتاج ابقى واقف كتير، بتحرك كتير، ده عكس الطبيعه اللي فيها جسمي، لحد ما جالي اصابه في ركبتي بسبب الوزن الزياده والمجهود الزياده. عملت عمليه في ركبتي، اضطريت على سببها ان انا اسيب الشغل. فعن طريق الفيسبوك حد بعت لي لينك لصفحه الدكتوره ريهام، دخلت بعت لهم في الصفحه، ردوا عليا في وقت، ما تاخروش عليا وردوا عليا بسرعه. كريم، حاله انا تاثرت بيها جدا جدا جدا، لان فعلا ان انا انزل من 165 كيلو ل 90 كيلو اعتقد حاجه تفرح قوي 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 قوي، وتخليك تحس ان انت عملت تغيير جذري في حياه انسان. كريم الحمد لله حس بفرق كبير جدا في حياته العمليه والاسريه، وفرحان قوي ومتابع معانا بقاله تقريبا سنه، خس الوزن وبنثبت. وعايزه اقول لاي حد زي كريم، ما نروحش ابدا غير لمنتجات امنه ومرخصه، والحمد لله انا وفريق الطبي المتكامل ما بنستخدمش اي منتجات غير امنه مرخصه. نفسيا بقى الموضوع احسن، بقيت حاسس ان انا بتحسن، لا وزني بينزل، ركبتي اللي كانت بتوجعني بدا الوجع فيها يقل من التمارين ومن نزول الوزن. احب اشكر الدكتوره ريهام جدا، واقول لها فعلا انت غيرتي لي حياتي. لسه مكملين كلامنا عن ازاي نقدر نخس في الشتاء. دكتور بيقول لك غيرتي لي حياتي، دي كلمه طبعا كبيره. كلمه كبيره، واعتقد ان هي بتعني ليكي حاجات كتير. وكريم بالذات بيأثر فيا جدا، وانا اللي كنت متابعاه بنفسي لما تواصل مع الفريق على الصفحه، لانه كان عنده السمنه نتيجه اصابه وقفت حياته. عارفه لما تبقي السمنه بقى مش مجرد عشان شكلي ولبسي والحاجات اللطيفه دي وركبي وكده، لا، واحد حياته تاذت، اتاثرت على المستوى المهني والمستوى الاسري، دخله يعني فاهمه، اكل عيشك، انت مش عارفه تشتغلي، فاهمه. فلما تحسي ان انت خدتي حاله انسانيه بكل ما فيها من تفاصيل، وخدتيه كده شلتي شخص تاني منه 50 60 كيلو، وطلعتي بني ادم جديد اصلا،
بنظرة جديدة، قادر ينزل ويشتغل ويبقى رجع بأمل. خلي بالك كمان الابتلاءات احيانا يا هند لما بتيجي عليكي وتطلعي منها بترجعك واحدة تانية اصلا بأمل تاني، بمود تاني وطاقة تانية. فهو كريم بقى احنا حسينا ده قوي معاه، فكانت من الحالات اللي انا بعتبرها انسانية جدا، وانا فرقت معايا جدا يعني في شغلي بقى، ان انا بعد كده لا بركز قوي على الحالة الانسانية، اسباب بزيادة الوزن، المشاكل اللي خلت الواحد زاد، مش مجرد حالة اديت لها الكورسات الامنة المناسبة وبقينا كملنا منظومة التخسيس بكل العناصر بتاعتها، لا بقيت بخش قوي في التفاصيل بتاعت الشخصية.